إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلابنا يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة شن يصدم التعبير الشفهي والكتابي وعبر أما وحوي وهل أبور يهندسي قفكو سمين يا عرس مدنا أفكا وكذا واقع يا مد قرالة. أولا أقوه الرينتا التعبير الشفهي ومد أفكا قفك اللي قوي يدين يودبنا وستو سوق الشوابي. تدريب واحد ليس كوبات تبادل الأسئلة والأجوبة اسوي دار سدى ويدين يور علين أما سؤال يتشواب مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي وشغل بقف قبنا يانا اسوي دار سنيا وحوي يسيتو سوق الشواب يا سؤال هنقف وحويان. واحد متى تصحو من النوم؟ كور ما تريد ذلك التوستا. اثنين ما أول كلام هذا الكوه ريوا محي يتقوله آتراه ذو بعد أن تصحو مركا توست الدبديد. ثلاثة ما أول عامل ومحي شغل وقوه ريسا يتقوم بها أتقبطه بعد أن تصحو مركا توست كذب. ثلاثة ما أول عمل ما أربعة ما آخر عمل تقوم به وما حي عشغد أقدم بيسات قبطه قبل النوم انت عانت سيحا. خمسة ما آخر كلام تقوله قبل النوم هذا الكأقدم بي أدخل وغدا وما حي انت عانت سيحا. ستة متى تنام ليلا هبين كي قرمات سيحتا سؤالها ستة سوق الجواب يقفوا الشفهي وين. تذيب تاني ليلس كلابات أيهما أفضل كيبا لبدود وناكسن ولماذا محوك وناكسن هذه نشاط ثنائي كنوا شغل لبنعة ولبقف أي سوي درسنيان. واحد أن تصحو مبكرا إن أتقار رتوستو أرورتي كيبا وناكسن إن أتقار دمد توستو طلبات اثنين أن تصحو متأخرا إن أتقار دمد توستو لبدا كيبا وناكسن كونا يسلم حكوا أنا يسنا هذه. ثلاثة أن تنام إن تصحته قليلا إن يرخدي أنا تصحته. أربعة أن تنام كثيرا هذه بدن صحته كيبا في عن خدي دودي الاستيراد بسطة كيبا وأنا يسنا كونا يسلم حكوا أنا يسنا هذه. خمسة أن تنام مبكرا إن تبين كي قار رئيس صحته. ستة أن تنام متأخرا إن تقار دم صحته تبين كي كيبا وأنا يسنا لبضع لبا ولا يستحق هذا سيكل وأنا يسنيهين شيء يوحى كل وأنا يسنيهين. تدريب ثالث لا يرسك صدحات قم واحد قبطها مع زميلك أدقوا صاحبك لك عشان هي بوضع جدول إن أدقتان جدول إيا قرشة لأهم الأعمال شقوين كوغو قيمة هي مضنان تبدا اليومية أمانة قفك وقبطه نشاط ثنائي كنوا شقاء لبقيسود الوقت أكد وقتك يشقاء وهبون الفجر وبرقة واحد العمل شقاءنا هكذا لقوقري كو ugu muhiimsa waqtiga waa bariga qor asbuhu yaani aroornimadi shaqooyinka ugu muhiimsan qor adduhru xilliga duhurka shaqooyinka ugu muhiimsan qor alcasr waqtiga casrka shaqooyinka ugu muhiimsan qor almagrib magribka shaqooyinka ugu muhiimsan iyo alcasha mid walba waxa ugu horeynaya diicmaashi khayrka ee salaada iyo adkaarta iyo ay ka wada mid ahaayeen iyo amaashi kale wanaagsana. Saaniyan at-ta'bir al-kitabiy imkana waa hal abuurki iyo curiski qoraalka ahaa ee tahriiriga ahaa. Tadriib waahid layliska koobaad aad waxaad ku celisaa qiraa'ata nas nas fahm al masmuu akhriska inaad akhrigo fahm al masmuu'a waxa la dhageysay in la fahmo fan idaarati al waqti iyo farsamada maamulka waqtiga ee ku qoran waxay ku qoreen al waaridi ku soo aroortay في صفحتي 389 حاشية صدح بقولي سجال يسديت و صفحتي 390
iyo haasho 1390 ayay ku qoran yihiin kuwa horta si fiican u akhri markii hore wa kutub dabeedna waxaad qortaa fi daftarka buugaaga ku qor mowduucan arin ku qor arin bi'unwaan hal ku dhageedu yahay kayfa tastathmiru sidaad u maal gelin kartaa iyo u faa'i uga madal alin kartaa al waqti waqtiga sidaad uga madal dhalin kartaa iyo uga faa'iideysan kartaa sidaad waqtiga uga faa'iideysan karto iyo waqtigaaga meel dhal uga dhigi karto dabeedna waxaad ka qortaa marka labada akhriso way ka taageeray labada safaad waxa ku qoran marka akhrido wayna iman doonaa insha Allah bismillaah ta'ala hadaba akhsi akhri adu dabeedna maxaad ka qortaa sidaad uga faa'iideysan karto waqtiga fiima la yaqilo wax aan ka yareyn aan 150 kelima ila 150 eray in aan ka yareyn oo aad kaga sheekeynayso sidaad waqtiga uga faa'iideysanayso qor marka akhrida halka musta'iina waxaad kaashataa oo gargaarsataa taageero ka dhigataa bil canaasir qodobada ataleeti soo socota waxa lagu tusay habka aad wax u qorayso dabeedna marka layma waxaad raacdaa qodobadan si uu kuugu dhib yaraado qofka gacanta la qabanaya si uu yacni u barto maartay qaabka wax loo qoro iyo sida maartay hadalka loo qodobeeyo waahid maxamed ka wadqaysa ahamiyatu tanzeem alwaqti qiimaha uu ku fadhiyo in waqtiga la habeeyo oo qof waqtiga la qaybiyo oo waqtiga shaqo lagu beego oo aan waqtiga isku furnaan oo waqtiga aad baartay quraanka akhrisanayso waqtiga aad salaada tukanayso waqtiga aad wardiyeyso waqtiga aad shaqada qabanayso waqtiga aad wax bar akhrisanayso waqtiga eegad aad nasanayso waxyaabahaas oo dhan ayaa la qorsheeyaa oo jadwal loo sameeyaa dabeedna markaas aad u samaysato waqti walba intiisi aad qabanaysaa dabeedna si joogto ah bay noqonaysaa balaanka iyo taqdiidka marka uu qofku wuxuu arkayaa horumarka uu jarayo tusaale ahaan inuu maalmo walba intaas oo quraana xafido inuu intaas oo dikriyo akhriyo inuu intaas oo kitaab daalacdo inuu intaas oo shaqo ka soo baxo inuu intaa baaratay ictikaaf ku jiro markuu sida uu wado waxa uu muuqalaysaa shawdku goynayo xafidiga quraankiisu wuu badanayaa cilmiga uu daalacanayo iyo akhrisanayo wuu badanayaa iyo waxbarashadiisa way kordhaysaa waqtigii shaqadu wuu ku ururayaa shaqadii si dhibeer buu u jarayaa waqti baa usoo haraya dabeedna aridkaarti buu akhriyayaa wuxuu fahmayaa inuu horumarayo horumarku wacankaas ku socdaa waxa ku xiga kayfa yadacu linsaanu siduu qofku u samaysan karaa jadwalan jadwal oo balaankii ah jadwal siduu u samaysan karaa liacmaalihi lyowmiya shaqooyinkiisa maalmeed siduu jadwal ugu samayn karaa oo u qori karaa 1, 2, 3 yacnii shaqooyinka maalinta uu qabanayo siduu ugu qori karaa maadaa yacmalu linsaanu qofku muxuu qabanayaa muxuu samaynayaa qofku idaa tacaarada hadday isku hor yimaadaan ladehi agtiisa camalaanay laba shaqo isagoo shaqo u qorsaysnayd haddii shaqo kale oo degdeg ku soo baxdo muxuu yeelayaa siduu u kala horreysiinayaa oo u xalinayaa oo iyadana uu dee maartay aad iyadana wax ka qor buu ku leeyahay tandiimul acmaal sida loo qorsheeyo howlaha iyo shaqooyinka bixasab alwaqti iyadoo lagu qiimeynayo waqtiga oo waqtiga la eegayo yacni imise aynu haysanaa 2 saacadood imise howlood ba inoo yaala intaa imise aynu ku qaban karnaa u qaybi waqtiga say u kala howl badan yihiin say u kala maaratay hawl yarihiin sida u kala dhaqso badan yihiin sida u kala muhiimsan yihiin waxaasoo dhan baa la eegaya dabeedna waxa lagu qorsheynaya waqtiga lagu jaangooynaya wiigan imisaynu qaban karnaa bishan maxaynu qaban karaa saasa 6 bilood hore maxaa la qaban karaa sanadkan maxaa la qaban karaa 5 sano soo socda dabeedna saasaa loo wadayaa oo qof ayay ummaddu ay u habaysataa laa tuajil dibha u dhigin camal alyowm shaqo maanta la qaban lahaa waqtigoodu taagan yahay ilaa laga dib dibha u dhigin dee macquul maaha haddaad tahdo kasoo qaad matalan salaad baa ku sugaysaa yacni imika iska daayo baritku de macquul maaha casharkaad maanta qabsan lahaydna ee waqtigiisina aad haysato hawlani beri qabo ee imika qabo shaqo kastoo kuu taallo waqtigeedii taagan yahay beri looma riixo haddii kale waystul fuulaan shaqooyinku dabna dhib baa ka dhalataa laa tuakhir dibaha u dhigin camaliyon shaqo maanta ah ila laqad beri ha la sugin inaad tabari soo qadinto oo aad hadduu waqti kugu hara sii qabato mooyaane tu maanta taagan beriha ku riix waa waxaad wax ka qorsan waa saad u qorisaa lagu tusayaa kayfa istithmaar kayfiyatu istithmaar alwaqti si looga faa'iideysan karo xilliga adaa'ici baylahada ah waqti baylaha baa jira waqti aanu qofku shaqo lahayn baa jira waqtiga aynu daydeedo meel uu ku soo sheekeeyey iyo meel uu ku soo mashquuliyey waqtiga maxaan ku dilaa iyo waqti lumis maxaan isku dhaafiyaa adduunka waqtiga isdhaafiyaaba ma jiro waqti baa la daydeeyey la la'yahay marka waqtiga haddii waqti kuu soo baxo daayaca yacni baylaha oon waqti shaqo ahayn si aad uga faa'iideysan kartaa maxaad qaban kartaa xataa waxay ku leeyihiin inaad maaratay akhrisato akhrisku waa kutubaad akhrida haddii matalan aad ka daasho kutubtaad akhrisay waxaa la soo qaadaa kutubta gabayga iyo taariikhaha iyo
نفط أي حيث يسوا أي وقت قال وجهة جاتية وقت عاجزك أما شخص شقده كايرت هاي مثلاً أبو حكي سوداشو كوا صلا آخرية أما حتى تجمعسي أي على السمية حاجة شركة سأظن نسي سو مسكحة أدو الناس شقده يقول براسه وقت للميا مشرو إنجاز أعمال إنجاز أعمال عديدة صادو قبلنا هيد برضو فيرسو شقوين تربضا في وقت واحد في وقت كليه ما هينا أنا شنبر يا الله بدر لقح بالله مش بيرلقوه دليل يا مركل اللي هي هاي وهو يحوله أيا إسلام مركل قبلا كرتها ده كيف يزن كرتو تبعنا حالا سمي يا إن هذا مركل يا هذا يكون صورته كشو حوله دك دوا وقتية كل دوان قادم لها نمر وضع قبته ثان وانا دي أنا وحكي كرتو الأهداف والأولويات واحد وحكي كرت أهداف تأليه ده هاي وتشيدوين كواوين تغف قولي هاي والأولويات هي أهرمها مضمان تله أولويات سأهرمه كل مدينين ويكل واوين أرمه مركزه كل مدينين وحكي قر وتشيدوين كأليه ده هنا وحكي قر مثلا وتشيدو ده حاجة تعلين هذا تقص عطو هذا يعطس عطو ما رتي شقى حلال لا تقبطه هذا تقص عطو ما رتي إن عاد كسر قيسو ما رتي وانفع الله هرتن أو قيبه ده كل دوانة عبادات كل دوان أهداف تأليه ده هاي طبعا نو أنا تقص أبو ليه يسوي كل مدينين أولويات مدنان تو كل ليهين معايير واحد ترى واحد غرتها معايير قياسه معيار روح للميزانك مع قياسه خاطئة جفأة خلطة هو نقر للتحديد أولويات العمل مرق قف وعضينه وشيء شقده سأكره مدن تهاي مارك قارب على وقل دما وضدك قاروح عن مهمة هي مهمة كده جنبه لي معايير وعبر يميزان قف صاريه أو خاطئة قلدن للتحديد أولويات العمل سوق المدينة هنا سواء أخرك وعضينا يو وحد ويلي عمل في سوق المدينة هاي وعلى غير عمل الآن مدنان توين هاي إنه قف مدنان توين سيو ودتك كل دوين مارتي وح أو مدنان تسينا يو وشيء آن قيمه وين الله هاي ودتك أما سيني سواء الله هاي بدت قيمة لله يا دت قيمة لله مركز ثانو وين لا صحة أو مارتي أضحك قرطا مضيعات الوقت وحيابها وقت قلومينا وحك قر إيش هكذا إيوه معنا درهذا إيوه أي كم بديهين والنصائح مهمة تلوين مهمة أنا سوت شيء نصائح تلوين مهمة قيمة بدن تدريب تاني ليلة كلابات أكتب قر موضوعا أرهن كقر أرهن في دفترك بوجا كقر بعنوان أرهن كعنوان كيس وحوي هل كل جيس يوم في حياتي مالن كم بدن نلاش شيء ده سو معها نلاش شو ما حيوان مالن صن لغلا قط سو معها هذا مالن قر أسف عن ودجيسو قاب كشقة آخرية دونك كو أنفع أي أدو شقين سو وتعصو أتسوع لسون ما نور بعد قبطون أو ما أرتاد كو على لسون يوم في حياتي ما لين كم بدنا الله شيء ما لين هذا تشي دولو سمعي سو أو عبادة جديدة يعمل كده صالحة يشقة حراسة يفكر كون أحسن يوحي بقى أدو سمعي سو تشي دول ما هكلا هرين ما لين تعصون كو علي كل بس يكرني وكل بس يكرني فيما لا يقل واحد كقول سيدنا روح عن كيرين عن 150 كلمة عوان كاكش كير ينلاش هذا مالين نلاش هذا كمذا وقد قرشين ساعة ماش هذا قبلا يسوع نوع والبله خير جاء إن تنلاش مارتي نوعي الأساسي جاء حق عبادية حق شقي حق والبا إلى بقول يكنتن أرين عن كيرين كاكش كير وياي استعين واحد كاشتاع بالعناصر قطبضة التالية صوص عطك هذا وقت الاستيقاظ بعد كشاكين وقت يادك توسيسو من النوم هردده ومركة مالنت بلاب ميسي وعد كشاكين دعاء الصباح الباريقة أدكو دعايسينيسو أرورتو هوري وعد كشاكين صلاة الفجر في المسجد مسايدكو صلاة الصباح كتكتو وعد كشاكين تلاوة ما تيسرا إن هذا خلده وحي كو يرفضوضاديات كري كرتو من القرآن وأروك سوى القرآن كيناد كوب بلاوضو انتي هذا خري كرتو تناول الفضور وعد كو ورمي وراعد أي عنيتان كده، أخذ إلهوان نلاش يكُشر تاوي يسكُر أكثر تاعي، نلاش يكُشر تاعي، وعند كده كانوا قالوا الاستعداد هذا أودي الجروبية للذهاب يساعدوا تغطوا للمدرسة هذا المدرسة دي أرضي تاعي، العمل هذا الشقة قبل سنة، أخذ إسلاش وارو حيسا هذا الشقة قبل سنة الشقة هذا أودي الجروبيس، لبض بوه يشلان، أرضينا ده كوكو بدني هاي، شقارنا كوكو بدني هاي، هذا أرضي تاعي مدرسة دي يهل كاتي يصير كام عادي، هذه أرضي مشقارنا الشقة ده تقبلني. استثمار يوم الدراسة واحد كشيء لكن سألوك في أي سلسو ما أنت وحبر شو إذا هو أقرأ سو حسنا قد يعرف سو وقت أضوي العشان سو يعني وقت يقول مني أما العمل هذا الشقة كبر سو حتى ورمي العمل فيما يفيد إن كشقة يسوي واحد في إدلي
شغلات قمنا سوين فائدنا نقطه أو أنفع على الدنيا آخره أنشطة ما بعد العصر واحد كبر همي شقولك هاد قبطه بعد العصر كأوحي كذا بيع عصرك صلاة العصر دي بدي أعمال ما بين المغرب والعشاء حورها هاد قبطه مغرب كي عشاء الحديث الجيت قبطه وقت مبارك قبل هذا عشاء المغرب وقت يسوى وقت يروي هذا نفائدة بدنا بقوله وا مبارك هي أرورت هربا هذا با محاد وقت كان قبطها هذا ده كم قاعدة فريستو صلاة الله كقول أفسه وألا روح أنفع عكس صباح يانا مثلا هذا المثال كفريستو عشر رأى دقيستو اعتكافنا أذكرتو صلاة الجمعة حق هرات كجشو قلب جاقو سقو نشيدا أو شيطان كي الله دجالن تي أو نضيف قلب جاقو نقضي أو مارتي عبادة هذه كورني وعمل كاجي هجاجي أيات دبنا صلاة كتكو نسات كعرفة سامش واتب أعمال ما بي أعمال تقوم أعمال تقوم بها بعد صلاة العشاء واحد كورها ميسا شقوين عاد قمانيسو عشائي كدب مثلا عشائي كبحضو محابا أعمال عاد قمانيسا أذكار إيو قرآن عاد خريصة إيو ذكر إيو هدال هولك رلوان عيسان لا يضحي وحيا بها صور نوات كورها ميكرتا يعني ما حانتكو سلانيسا انت بدن يحاق دين تبات كيكيسا ومارتي إنه قف خرأو أخروحو خرأنا إستقاس يحضو أذكار تيسي أخرستو هدال بسو أرورتو قد يا القروب إنه قور ركعو وقفة بعد استاجد وتشوك سنيسا قبل النوم أنت أردت سيحان مع ربك الله أبدا سلت تاجسا يوم نفسك نفط هذا سلت تاجس وما هي والحساب تميسا أنت أردت سيحان وهذا أعمال قبطي ما أنت أيها السوي الدين إذا ما حد كشف قيسة خيرة ما حد شرها كسوق لي سدب هذا مسكح الدب هذا على نسا تبينا واحد يارنا سا وقت قال أنت أردت سيحان إلى هاجة إن أعمال شيء خير كهاي دي أذكرتي وأنا سنيد لقبني قبل النوم إن هذا قبطه إثنو حنا يسوي ديسو نفط هذا ندي بحسابه سو حق إلى هنا الأعمال وناسين إنت هنات سحب بالوضو حق نفطنا واحد حسابنا سا حال هذه ما أنت أي صوم مرتت صراحةً يجود هم ملوش شيء ديبه وعاد كحصو صتو ملوشو يعني وقت الأربعاء صوم مري غفقي وين ومارس هماجة وأنا تصور كرين وحاد قبطي وحبضنا وكمدة لكن قالوا حق قرقرتو وحوا أها أما حق خير كانوا بدنا iyana xaq kale u badna dabadna waana dib uga fikirto noloshaadi maanta iyo wixii ku horeeyayba ee ilaahayna waraad amal wanaagsan intaana saxan aad maartay ku sii kordhisa amaashaadi xaq ilaahay qawaadul luqa ee maxa waxaan galeena luqada carabiga qawaad bay leedahay iyo gundhigiyo waxyaabo u saldhiga ba jiray xaqina waxa laga hadlaya taqdimu khabar al-mubtadi halkan waxa laga waramaya khabarki mubtadaha oo xaq hore la mariyo أصل أهان خبر كاتم بيا ومتتها هرية الأمثلة هاي تصاليال أدرس برا والله حد فيرسو وحوي قيبت ألف أين المفر حق الله عرية أما الله لافك كذا ما الله فكذا ما شرتا اثنين متى نصر الله قال قارك الهوى قورمة ثلاثة كيف الحال حال ضاد واسدي مركا أفيرسو أين هو خبر مقدمة أو استفهامة أو ظرف مكانة المفر ومتدي يوم آخر حق دبا مري متى واضح في الزمان حق هرم خبره نصر نوى متد حق دم مري أو خبره عفوا نصر نوى متد حق دم مري الله نوى مدافلي وكسيت مبيه كيف هو خبر مقدمة أيضا هو حوي واستفهام قف كحال دي سالق ورستا عاف ماديو تمارتي مارتي شقيو تعبادي وتكسوا نون قرتا كيف الحال الحال هو خبر كي ومتده وحق دم تشوجا صدق هذا هرم هو سؤال من مكان كلا سكوي ديا ماشى من حلقة لسكوي ديا من حالة لسكوي ديا صدق هذا هو خبر مقدمة حق دم مجري كرام وهل هذا بلوغ هذا الكي قرانيو سؤاله في عربي إن أنا وعين كاسوكر مسح الورنا يا حقيت كتمد حقيت شوكتها ما حد تري ما عاد زيكتي وحصلهم ما هو ناقصين تهاي سؤال شو حقه لو كتشتها لكن حقه دم الله ما أورن كرو ولا ما أورن كرو شوكتها الكيلة ما أورن كرو تري ما حيلة ما أورن كرو وصاف عربي قبل حقه هو مركها مران وحقه دم الجرار خبر هذا النقطة حقه لو كتشريان يمر والبا با في الفصل جلاس كطالب الأرض بقى كتشله إما كوا شاري مشروع خبر حق هرم مري فصل نو طالبنا ومتدح حق دم مري اثنين عند أخي ضيف ورالك يروح أكتوجا أو لتشوجا مرتي مركان قف مرتي على تشوجا عند أخي وظرف مكان حق هرم مري يا مركا ضيف نو متدح حق دم مري ثلاثة بين يديه برهان حجة هرتها بين يديه بين وظرف مكان وحر يا له برهان ظرف زمان وين قطع كل بوح له إضافية إما لكن بين يديه هذا اللي ده هذا وظرف مكان وحر يا له برهان حجة يا هرتالا
مركب برهان ومتدي حق دوام مري بيننا وظرف في خبر حق هرم مري جيم ما القائد ما واحد ما القائد هو جاميه ما القائد ما القائد هو جامي مشرو إلا خالد خالد مويان ما سوى نافيو ترى نوا حسرجي ما القائد هو جامي مشرو عيدا هو جامي إلا خالد خالد بن الوليد وكلام مويان اثنين إنما شاعر أبو بكر تمام واحد جبياءه نكى أو تمام لوني شري جبياء كلي يعني يسوق جبياء وقصة أوري وقصة أفقاي وحسري إنما الخالق الله إلههم بوح أبو رعد كله حبورك تام شفت مركا ووضع حسري لكن حسري قدم بيا وحقيت لي أو عد كله حبورك تام شفت كوا روح على ليه يعني كوا قصة رئي كم ديهن دال لسه إم أجره قفقة صومني أجر يسيب ليه وكنا جاري مشروع حاجة نبم مري حاجة هرم مرة خبرة هي متدية قدم بيا مع المدرس كتابه مدرس كوحس كتاب كيس معلمكم للعاملة قبل الشقيلة شقارها هي وحيلا ضهي أجرها أبار كذي مش قايدي دي السنة ده بكون شرح الدورة سيد أي كريهين أشرحه وفالين يا فلقين يا عدين العديو وحيو تصالح شلوك صو شقي لاحظوا فرصة أمثلة القائمة وحظوا فرصة تا ليسكا ألف لا إله هذا قيمة ألف كأهرة سد حدا تصالح ياش كتشرة وفرصة تجد واحد هري أن الخبر خبرك فيها ليسكا كتشرة وقائمة من أسماء الاستفهام ووضع استفهام صدح ذو بأين إيا متى إيا كيف وهي يدو وحي وهي يدو يدو واطمع أسماء الاستفهامك لها وحي لها هاي السدارة إنا بيرا وغهرة قشو حق الضنبال مجريو ثم لدى استفهام دكوشرتو استفهام تالغة بلابا ولذلك سيدا درادد أيا تقدم الله الرئيسية على المتدي متدهوة لغه الرئيسية إلا هو استفهام خبر مقطي تبنى المتدهوة يصور رافسة وكوحة لهذا واجب التقديم إن حقه الله لما رأيه واجب يعني هو وح عن سروبين معنيه هنا عن صورتكرهين هذه سؤال حقه دم الله مريه ولاحظ واحد فرصتها أمثلة القائمة تصارياش الليسكا بعضا ليسكا انت كوهوس تالا بعضا اك تجد واحد هلي الخبر خبرك إما جار ومجرورا خبرك أموا جار ومجرور أو ظرفا أموا ظرف والمبتدو مبتدو هنا نكرة هو نكرة بلا دو فرصو غير مخصصة نكرة داسو واح قار يالا او قوني او تلمامانا آنو چلين مبتدو هادو نكرة نكرة واح مخصصنا آن هايسن لغو ما بلاو او مبتدوها لغا مردقو لكن هدي حق هورا تقديم خبرك لصو مريو او خصصا تبنين خبرك حق هورا صو مريو نقونسا ولذلك السيادة لا ديد با تقدم الخبر خبرك وقوه الرئي على المبتدين مبتده ومحالي او فرصو في الصف الطالب صفك واحا كتلا أرضي بقى كتلا أرضي طالب ومبتدي وانا نكره واحا تخصيصا مالي دبنا تقديمك أي مصوق إن لقب بلاب كرانا كرادا وخبرك حق هرالا قلينيا في الصف القلاسك صفك واحا كتلا طالب أرضي بقى كتلا تنو فرصو عند أخي ولالك واحا اكتوغط ضيف ننمرتي اكتوغط سؤالهان ضيف ونكره غير مخصصة تخصيص ماله تخصيص كم حاله هذا نعت له مرة عين إضافة له مرة عين واحد عدي له مرة عين أكده مركا سيدا أوليد خبر كي أضرف حقه رجل مري بين يديه برهان حجة هرت الله برهان ومتدم أخرى وحلو بتأخيره وأنا كير غير مخصصة تبي أنه واحد حقه رجل مري خبرك محوها هدي حقه دم بالله مري لها نعت بقى لمود لها نعت بقى لمود لها تبي أنه خبرك سوق قديمة لعته حقه هرم مره جيم ما القائد ما تشروه قامي إلا خالد المويان تنوى ما وإلا وحي فأي يسأل بضاء الهدي سرعان ما نافئة هي إلا استثنائيه هدي سرعان وحي كان حصري ما القائد ما تشروه قامي إلا خالد المويان إنما شاعره أبو تمام شاعرك وأبو تمام سلطان سالم أوران قيبت السدحاد وياني واللاحظ وفرصو أمثلة القائمة الجيم ليسك جيمك تصالياش كتر إيك تجد واحد ليس أن الخبر خبرك مقصور وح لغو كوبي على المبتدي بلغو كوبي أكذا مبتدها لغو كوبي ولذلك سعد رادد أيو تقدم عليه وهو رمري خبر هو محي هو جامين تا خالد بلغو قاري راح عدك له هو جامين مشرت قبي جو واحد لغو جوني لأبو تمام واحد لعدك له قبي أي مشرت أبو كر واحد لغو قاري ست دبابة لغو قاري وسيت هاي إلهي عدك له حبور كتاب مشرت مركز ساعة تاي حسر جارة خبرك حق هرم مريا دال وغيبت ذلك والله حضو فرصو أمثلة القائمة تصارياش الليسك الدال ليسك الدال
صدح لك هو أسقرن ليش بوك استميسين يا صدح هاي إيه تجد واحد ليس أنا المبتدأ المبتدأ اجتمل وح قابي على ضمير المقعيال يعود النقنية على بعض الخبر خبر كإن كم يضبو النقنية ولو أخر الخبر هدي حاجة ما خبر كلام مريو لعاد وح النقلها الضمير الضميرك على المتأخر إلي كتم بيا في اللفظ حاجة كرواقة والرتبة يدرج كذي كالنت لا بضبك كتم بيا وهو كاسنا ممنوعي أفعرب وكم ممنوع ولذلك تقدم الخبر ساسو خبر حق هرو مري ارغاسون وفيرسو وحوهي الضميرك لو معليو شيء كلمة كتن بيسا لفظا ورتبة لفظا واقل واقيد ولا قرتي رتبة ومحي ودرجو درجة ومحي وحي كلليهين ارياد عربيد مركز جملة الله سمعين ايو درجو جملة دوا لبقون امو اسمي امو فعليو هذه فعليتها هي فعل كات كوبال فعل كنا تلبات بولي هي مفعول كنا تصدحات بولي صدح عزوك كومي واحد خلق عسكري مركا هذا ضرر توفى فاعلك أو حاجة ضمن مري أو مفعولك صهر ريو وحلاه مفعول كاسي ترى كذي سو صور نافي أو هلك ضمن بيا هذين وفعل كضمن بيا هاي هذا ضرر تو جملة هذه اسميتها هي لاهم بك كومنت هاي ومتدية خبر متدها ترى كذي كوبال خبر كنا تلبات بولي هي كارين تلبات بولي هي هذي لا أركو خبر صور نافي متديه وحلاه كارين تيسي أيو صور نافي تاسوا رتبة الشرح هذا هذا بضم ميركم marku noqonayo wuxuu u noqdaa damiirku wuxuu u noqdaa kelmad ka horeysa ayu damiirku u noqdaa damiirku wuxuu u noqdaa waa maxay macnaheedu damiirka waxa sharxa kelmadu u noqonayo hadii kale damiirka lama garan karo magacu yaalka lama fahmi karo huwa iyee isaga iyada lama garan karo iyee iyaga laakin waa in la fahmaa magacu yaalka cidda u noqonay waa in la garta hadaba cidaas macnihiisa qeexda oo noqonaya damiirka ama magac uyaalku baan nahno waxa weey marka hadaba isaga uu noqdo waa mid ka horeeya had iyo goor qaaliban waanu ka horeeya oo damiirku dambeeya oo ereygan damiirku noqonaya erey la soo dhaafay waa inuu yahay markaas la garan kara laakiin erey ka dambeeya haduu noqonayo wuxuu damiirku ku dhaafaya adoon macnihiisa garan ilaanku uu noqonayo waa dambeeye laakiin kaad soo martay hadii loo celinayo waa la fahmi karaya marka ka uu noqonayo sida daraadeed laba umbu hadoon mid noqon kara badanaaba inuu lafdiga iyo darajadiisuba ay horeeyso ka u damirku u noqonayo iyo in darajadiisuna horeeyso lafdigiisuna dambeeyo oo waxa dhici karta inay darajada kelmada uu noqonayo inay darajadeeduna horeeyso lafdigiina dambeeyo oo taa maxaa looga jeedaa damirku wuxuu u noqon kara kelmad ka dambeysa وهذه درجة أصلكي أي حق غرط هاي وهذه درجة أصلكي أي حق غرط هاي وصلنا مكثرًا كهل لنا وفرسو إمك محله ولي الصائمي نينك الصومان يروح لي أجره أبالكيسي طب ميل كان هالكون نقانيا إمك قفنا الصومان بون نقانيا هذه كلام قرتين معنها وشيجيو هذا بني كيس الصومان أيو نقانيا بكره رأي هكره رأي درجة ديسا يا درجة ديسي مفرد إمك درجة ديسي بو صور نافي kaalintu lahaa buu dhaafay ila ajru waa mubtadi kaalintu kubad buu leeyahay khabarku waxa ka dambay maraayahay oo leeyahay ajruhu lisaa'im la yiraahay laakiin maxaa ka horo loo soo mariyay damir baa la socda uu mubtadaha uu noqonayo khabarka dabad waa in khabarka la qadima oo halkiisii la dhaafiya si damirkaas ugu noqon karo hadii kale xaq dambay la mariyay lama garteen oo muxuu ahaan lahaa ajruhu abaalkiisi inta ayaba la qoonay markaa ila saa'im soo sheegina ayaa أي أبال كله للصائم هذا حق دمار يكتب معنا سحمها وإن حق هر الصومر لا للصائمي كصومني وحول ليه هي أجره ملازمة فاميسة هذه كله وحلوه لك أشيء سووا كي ووجي بدي مقطعات حق هر يا يود بالغنية يا يود أشيء والله إذا هذا محمد ووجي بدي ملازمة هذا الكلام اللي فهمه ووجيون هذا يا يود بالغنية وأنا ترى هذا مرك علي بايدي والله فهم عدا وحنتي saaso kale weeyaa dadan ka abaalkiisii buuleeyaa laba qornaya dabadna waxa loo soo qadimay khabarka sida meel kugu soo noqon karo salaali lisaaime ka soomaan wuxuu leeyahay ajruhu abaalkiisii markaas damirku cid uu noqonayo la garanaya tan kalena waa lamid oo fiirso maxaa la dhig macal mudarris mudarriska waxa la socdo sitaa kitabuhu kitabkiisa ag mudarrisku waa khabarkii maca waa khabarkii macal daafadiisa raaciyo maca waa khabarkii oo darafa waxa hore loo mariyay sida meelkaas ugu soo noqon karo hadii kale lama fahmin كتابه كتاب كيس أي كتاب كيس على ورنه وحاقنا مركا قرر للعاملة تتشقيرس وحليها ذهي
أجرها أبالكيدي للعاملة وخبركي حاجة ضمن مرتاح أقول هيد لكن محل لو سوق قديم سيد ضمير كاس وقصون نقضه أو ما رتي لو فهم كرو وقاسوح كل لاحد قيب تاسون كعلي أمثلة القائمة الدال تصاريش كل ليس تصاريش كل ليس كدال ك تجد واحد رجع أركيسا أما أوجاني سال هليسا أنا المتدا متدوه استمر أوح قابي الله صعد المتدها على ضمير ضمير ما الله صعد يعود نقونا على بعض الخبر خبر كقيب كم إذا على بعض إذا محوجت إذا مركا وحوجت إذا صول لسه أمي جاري مجرمها حرف جار من نقونا وحرف ضمير من نقضي صايم كم نقونا حرف الله صعد مع المدرس صو معها صو ظرف إيه مضاف إليه معها مدافع له قدام المدرس كون نقانيه ما عدوا من نقانيه سؤال خليل عاملة تماها سو شاري مجرور ماها شارك وحرف كون نقانيه وحون نقانيه مجرورك ولا أخر الخبر خبرك حاجة ضمها دي لمريه لمري لها العادة وحون نقان لها الضمير الضميرك على المتأخر إريك ضمبيه هذه الأوران لها أجره للسائم كتابه مع المدرس أجرها للعاملة هذه سال أوريك لها وحاجة ضمها لمري لها العادة ضمير الضمير كأنه قلنا لها على المتأخر إريك الضمبية في اللفظ كنا واقدة يورطبة الدرجة ده إما كدرجة ده هو الضمبية لكن كنا واقدة بحق هور المري أكده درجة ده يسوق له وحق الضمبية هي كارين تقو حق أقول لي هاي لكن حق هورا نواقب الهريسي سلو فهم كرو وحقو نقرية ضميركو وهو ممنوع كاسوا ممنوع عفاري واقع ممنوع إن ضمير له عليه ما هو متأخر لفظ ورطبة لو ما عليه ولذلك تقدم الخبر ساد رادد وخبر بحق هراء أمري كاها دبك قدوب القاعدة كندق وحو يهي الأصل وحا أصل إسرواء في الخبر خبر وحا أصل إسرواء أن يلي إنه قدم بيه المبتدأ المبتدأ إنه قدم بيه ولكنه هسيشا خبره يتقدمه هرمرا عليه خبر مبتدوه رافا وجوبا وليبا واجب يخصب واجب هسوا السناع بلا لو حق فرسمد النحو ده واجب ديني ما في مواضع ميله أي حق هرمرا وحوي واحد إذا كان الخبر وخبرك هدو يهي من الألفاظ أريد هدو كميد يهي التي أريد لها يدو إسكالي حق أول أسدارت لها أسدارت أين بلغ وقش حق له أريد حق هراء عن لغمرين باكرة كأسماء الاستفهام باك كميدا واسمية وحل إسكو ويديا كميدا وحق هراء عندكم حقي كرتو اثنين إذا كان المبتدو مبتدو هدو يهي نكرة نكرة غير مخصصة اسم جود نكرة محالة لمقع عن لقرنوي magacaana garan waa maxay waa ismu guud oo aan la kala lahayn oo badal si rajul oo qaloonin ah gaar mukhassasa aan la gaar yeelin aan la gaar yeelin waa maxay midal hadii la rajulun yaani rajulun adim hadii la ila takhsiis buu noqdaa oo ninka weyn buu ku gaar noqdaa oo qiimo leh hadii la rajulun mu'minun ki mu'minka haa qulu ku gaar noqdaa oo ki aan mu'min hoodan baa baxa marka ibhaamka yaraada iyo muhmalka ku jira dabadu waa xaq hore la mari kara لكن مركز رجل قلنا لوجود أيه تخصيص مالها والخبر وخبر كنا وياه جارا ومجرورا متدوى نكره تخصيصنا الله ما صعد بالجوري خبر كنا وياه جارا ومجرور أو ظرف أنا ما هو ظرف كل كواح على مريا حق هراء ظرف كيا جارا مجرور كحق هراء مريا وخبر كيا ثلاثة إذا كان الخبر مقصورا حدو خبر كيا متكو كوبن على المتدين متدهون ولليها استقوم بس داسة مجمعان نري إنما شعر أبو تمام وحق جبياءه كلية أبو تمام هذا مبالغة هاي إنما الخالق الله إلههم بوحبورة وحقيقة يدويان مركا حق الضمبة أيها حق هراء الصومرية إنما الخالق ومو أولين كرتيد إنما قطعت تدلقوا هذا السؤال اللي قدروا هذا إنما الخالق ميا إذا متده لقدقه والله هو لقدقه مارثين لقدقه خبر كبا وميا لها شاعر الشاعر ميا خبر متده لقدقه وابو تام خبر لقدقه لما أورنا يسوط وامحي وصفه وتلمان قبياغو واقبيا هذه الوقف معها وصفق فليه هي تبع أن خبركو صفة من نقطة مبتدو مبتدو الشيء اللي فتي صور نقطة صفة من خبر بقى نقطة وصدا هو جامنته قف معها قف هو خالد هو جامنته وصفة فليه هي مركها هو جامنته لما سيروح قف ولاها قف خالص يا صفة وقاطها سأودد بكريهين وواحد ندعم صن هذا إذا كان في المبتدئ بكل تأفراد هذه مبتدئه وكشره ضمير المقعيال يعود نقونا يا أيوه على بعض الخبر خبر كلا يعني قيب كم إذا نقونا يسيك هاي نصوم مرنا يوخلي كسوعة هذا بقى تدريب تدريب واحد ليلسك كوباد وحوي لقوته وبريا ضع واحد تاخدا حريق مري تحت الخبر خبر كحريق مري وبين وحل عضيسا سبب تقديمه سبب تحقه رلهم رينا الشيك
الجمل إما كأريادي بالغ سنة جملوين كها سبب التقديم أديك على جد دنيا أديك قوي كلا إنه صمر هكذا ديجنية وحقول ولدينا مزيد بإلهي أكتر هذا ديارات بيالا مركب هذا تاين ضرفي هاي حقه هرمري وعلى أبصارهم غشاوة وحينه هذا صارن عاد با كوج دائما أو كوج فن أو صارن وعلى أبصارهم غشاوة أي صارن مركب كانوا كل وانا كرو وان تخصيصنا لسعونين دبنا خبر كنا واتشاري مشر حق هرين المريو حق يرنيا أم على قلوب أقفالها مسقل بيضة طبال باصار وقفلن تاي مركب وفرسو إمكا خبرك أي حق هرم مري ويا وح الله صعود مبتدها الضمير النقانية قلوب طاهرة أقفالها ضمير بالله صعود فيها عين جارية وح كسوغن عين جارية إمكا وانا كرو حق هرم جاري مشرك مري يا مركب إنما عندك زيد أكثر زيد كريا شوغا إمكا هو حسري تبنا حق هرم مرينا يا خبرك وعدك لو كما أكتو تمعني هدوي إنما على العسر يسرا يعني عليس كوحة لا صعود إلى هذه يتشرف غيب هذه أوارد عضه برواقة كحكتها هذه عضو رجلو عارف ما تبقى كحكة هذه علا رجلتو نبتقل يعني عسر يوال با يسر با أي الله صعود هذا با أجي مكا واحد له رئيسي خبر كو ضرفة وايو وانا كرو يسرمتو ومبتدئ مكا يسرم سين مبتدو تهي إنا أمبا نستخدئ أو كروغان سارتئ أو عامل كاسا قلت دواء مبتدئ أصل كاها إن للمتقين مفازا يعني كوح إليهن كوح إليها كعب صدا مفازا بإليهن يعني قول إيو مارتي وعيك قفوك هذا مارتي عذاب كل عياذ بالله للمتقين مفازا يقوبنا بتقليو مفازا مركا مفازا وانا كرو مخصصنا لما صعوده تبنى حق هراء لما ريه خبركي إن هذا كترتا متدية خبركم بحكم كودي وحكبه ديش أصركم إيش هو متدية خبرهم لدي أقلام قال ما يأجيالة مركا ظرف كيبا حق هراء مريه مكانا أقلام وان اسمنا كراء أو متداء أو غير مخصص تخصيصنا لما صعوده ما عادل إلا الله عدقر سوري كرتا مجرت عادل إله مويان إله بعادلة وحقيقة مركا يمكن هو حسري أين معهدك معهدك آدقة تا هل كوكو يا الله يمكن هو حوي استفهام أو ظرف مكان أو سؤال أي حق هراء مريه تبنوا متدوان وضمبايا تدريب تاني ليلس كلابات اجعل كدق أشباه الجمل الآتية شبه جملوين كصوص صعدة أشباه الجمل الآتية شبه جملوين كصوص صعدة أخبارا كدق خبرا كدق شبه جملة وحالة إلى هذا لبقى ضمبا شبه جملة إلى هذا أما هو أشاري أما شرور أما هو ظرف لبقى سمويا أما هو أشاري أما شرور أما هو ظرف شبه جمله هذا يقوم بالاجتماع الأشباه ليلة شبه جملوين كصوص صعدة خبرا كدق بحيث سبعة خبر وكدق تكون أين قطو أشبه الجملة هذه مؤخرة من حاجة دنبلا مري مرة مر حاجة دنبلا مرينية أو متدها صهر رينية ومقدمة مرة أخرى مر كان حاجة أخرى لمرية شبه الجملة أو متدها طنبينية مرنا شبه الجملة خبر كابا حاجة دنبلا مرية مرنا خبر كشبه الجملة بعد حاجة أخرى مرينية لبضع قبضك كرديك معايا دبك لي في الداري وأقولك تاري متجديسة تاري متروي عندك أدي أكتا وظرف المكان لدي أنا أكتا وظرف المكان فوق الشجرة وظرف المكان جيت كدوشيسة بين الأحدود وظرف المكان أما الزمان لابد أقول بك اللي يضع فيه نقضاء للكاتب للكتاب دي. للكتاب وجاري مجر حول وظرف المكان في الطريق وجاري مجر كوا واحد كالك تامركا خبر كدقو مرنا خبر كحق هرمري يقو خربره مرة يجوا خبر حاجة دم مري أذوقوا سماء ولا جوتي شابية واتوا بركة قف كل دول إنه كر لوجس وقاضو أقون تيزا مسرحية القوي إما كانوا واع مسرحية خصوصا أحسن كي حوج بدنا الأمين آمن كأها مسرحية هذه شو حلو استعمالها وحيوان رواية ده اللي متلو أكله قف شخص أمان لي وأودنا لي أودي أمان أسكت الصدي أيه نكور فمينا المشهد الأول وحكى ورهم دونا إن شاء الله أبو بكر يا عمر أو سوري سنة يا أو عمر مركا محاها وأجيب أبو بكر أو هو حرم سنة يا مركا حمون كوا هيارا وأقول من دون الله يرحمه رضي الله عنه مركا وش دونا يا إنه كوري تي حلك بقرتي إسلامك عمر تبعنا وقوي الأمين عمر وقوي الأمين وقف إلى هؤود سي شخصية يكرتي يا أود أمانة يا عدالة إيو وأنا أقول إن إلى هؤود هعيبوها تبنا أحوليا أبو بكرين حلك إسلامك
gacanta ka galiyo markuu dhawl ba ka eegay isaguna lafihiisi oo xanuun isku arkay ayuu leeyahay haday taydi noqoto adaan talada ku dhiibayaa buu leeyahay yani sheek kama talada oo ku saabsan marka waa xaqaaq dhacay tani ma aha sawir la bixinayo ee waa waxay sidaadeen xujratu abi bakr qolki abu bakr uu deganaa biha sariirun waxa qolkaa yaala sariir laa yartaficu sariirtaasi kama sarayso can ardi dhulka kama sarayso ilaa qalinan dhulka in yar unbay ka sarraysay waa sariir gaaban oo ku jifa abu bakr radiyallahu canhu wallahaa waxay lahayd qolkaasi wuxuu lahaa kuwatan buu lahaa daaqad tutilu u dhow calalmasjidi masaajidka u dhow xagga masaajidka u jeeda una dhow masaajidka nabigu masaajidka nabigu dhexe salawatullahi wasalaamu calayh ashariif ee ashrafta badnaa ee madiine ku yaalay yurfacu waxaa kor loo qaaday asitaaru daahi ayaa kor looga qaaday can abi bakr abibakr baa daahi kor looga qaaday raaqidan isagoo ku hurda calaash firaashii gogoshiisi buu ku hurday dabadna daahi baa kor looga qaaday abubakr yacnii si laydhaya ugu soo galaan wa cindahu waxaa ag joogay abubakr markaa zawjatu xaaskiisii la odhan jiray asmaa bintu cumays asmaa bintu cumays waa gabadhii markii hore uu qabi jiray jacfar ibnu abi taalib ayaa markaa la joogta yadkhulu waxaa soo gelaya asabiyu inan yar baa soo gelaya oo la dhaha maxamed ibnu abubakr oo ayaasmi dhashay oo abubakr ay u dhashay wa huwa isagu inankeeda yasiixu uu qalinay uu ooyaya keer baa ooyaya asabiyu inankii wuxuu leeyahay yaa ummi hooyoy ayna lucbatii wixii aan ku ciyaarayay meeye yacni yaa ummi hooyadii meeye yacni ciilka waad lalaa ciil moogay qofka maaragtay waxba urahayn yacni caruurnimo ayaa haysa aabihii aada buu bukaa isaguna lucbadiisii buu ku ooyayaa wax yaruu ku ciyaarayay asmaa waxay tihi bisawtin khaafitin asma waxay ku tihi cod hoosa aayar bay hadashay uskut yaa ghulaam inan yahow aam war aam way kuti war aam hoos bay u tihi inan yahow laa tuscij argagaxa gelin haka sasinin abaaka aabaha haka sasinin ha toosinin wuu yaro seexday waanu bukaa war aamu bay tii hoos bay ula hadashay aasabiinankeeda wuxuu uma jeeday isagu ahna wadacad lucbati xaggeed wixii aan ku ciyaaraya iga dhigtay kubaddaydii yarayd wixii yar aan ku ciyaaraya xaggeed dhigtay buu haddana yidhi asmaa waxay tidhi khaba'tuha meel baan kuugu qariyeeyey aamu aasabiinankeeda baa yidhi alaana imika wuxuu yidhi ali anna abi ma in aabahay maryo dumbuko darteed baad tamnacuni igu diidaysaa min allacib inaan ciyaaro ma aabahaygan xanuunsanaya darteed ayaad igu diidaysaa inaan ciyaaro oon waxa iga iska ciyaaraan ku ciyaari jiray asmaaas waxay tihi nacam ha war aabahaba xanuunsanaye ciyaartii waxaa inaga joojiyo ilmo yare lama garanayo waxay doonayso ayaa dabeedna ayay ku tiri ha ay inaga daa aabahaba xanuunsanaye asabiinankiira wuxuu yidhi lan alcaba ku ciyaari maayo filbeyti guriga kuma ciyaarayo saalcabu fi lkhaariji dibaddaydaasan kusoo ciyaarayaae wixii aan ku ciyaaray isiibu waa maxamed ibnu abubakr asmaa waxay tii uskut war aamu laa filbeyt gurigana ha ku ciyaarin walaa fi lkhaariji dibaddana ha ku ciyaarin iska aamu intaa markay isyidhaahdeen abubakr yataxaraku u dhaqdhaqaaqay fii sariirihi sariirtiisu buu ku dhaqdhaqaaqay wuu isrogay wayaftaxu uu toosay wayaftaxu caynayhi labadii dhoodna uu kala qaaday abubakr dabeedna wuxuu yidhi hal xadara cumaru cumar ma yimid ayuu weydiiyey cumar miyimid uu yidhi hadalkii buu ku toosay munaasil cumar ma yimid asmaasan waxay tihi waxaasiisi laa maya yaa khaliifata rasuulillaah rasuulkii ilaahay kii uu kaga tegey ee ka dambeeyey maamulka uu dhiibayow lam yaxdur muu iman cumar muu iman abubakr wuxuu yidhi maxamed inankiisiina buu la hadlay markaa wuxuu yihi maxamedun maxamedow tacaala kaalay waa inankiisii yaraa udnu minii iisoo dhowow yaa bunaya inankaygiiyo iisoo dhowow buu yidhi yadnuu waxaa u dhowaaday asabiyu inankii yaraa ayaa minhu abubakr buu u dhowaaday fayuqabiluhu abubakr wuu dhunkanaya inanka buu dhunkaday inankiisii yaraa rasuul maa li araaka tabkii maxaan kuu arkaya adigu ooyeya maxaan kuu arkaya adigu ooyeya maxaad u ooyeysaa buu yidhi oo maxaa kaa oohiyey maxaa kaa ohinaya asabiinankeeda wuxuu yidhi ummii hooyadayba yaa abii aabow aabboy akhadad lucbatii hooyadayba waxaan ku ciyaaraya iga qaadatay oonu ooyeya
iga qaaday Abu Bakar wuxuu yiri aturidu waxa doonaysa in ay hooyo aan talab al aan in aad imi ka ciyaartay miya doonaysa asbiri wuxuu yiri naam ha ya abi aboy isagoo kubadiisa saa la weyn fil kharij dibadan ku soo ciyaaraya abuur waxa yar ku ciyaarayo Abu Bakar wuxuu yiri aadihi si ya asma 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 lu'batu wuxuu ku ciyaaray si inanka yar inankayga yar wuxuu ku ciyaaray si ay ku yiri أصبحت السمع وان كم قلي وضاعة وان كيالي يا خليفة رسول الله خليفة رسولك إلهي نكو حلك ودي بيو خليفة واكي رسولك حلك ودي بي تخرج واي بحضي أسمي مع السبيل انكرابة إلا بحضي ويدبد أسارتي ويحي سيارة نووي سيسي وكو عياري ثم تعود تبان نووي صون نقطي تبان أسماء واحد كتري كيف تجدك تجدك كيف تجدك الساعة imi ka seetahay waxaad imi ka dareemaysaa bal iska warran saad imi ka tahay baa ku tiri ilaah muxuu ka soo toosee Abu Bakar wuxuu yihi alxamdulilah ilaah baa mahadda iska leh sawtun cod baad iyagoo intaa isyidhi sawtun cod baa baxaya cod bay maqleen labadoodii markay intaas yidhaahdeen codkaas waa yaa aala abi bakar ree abu bakarow yaa aala abi bakar ree abu bakarow ayuu leeyahay codku asma waxay tiri hadaa sawtu cumar ibn khadaab codka aynu maqlayna waa cumar ibn khadaab codkiisii ayaa dabadna tiri Abu Bakar wuxuu yihi ijlisiini isoo fadhiisi buu hadaba uu jiifay markaa hadaba isoo fadhiisi buu asmaa oo asmaa tuciinu waxay ka taageertay Abu Bakar bay ka taageertay oo soo tiirisay calal juluusi inuu soo fadhiisto isagoo soo jiifay soo qabatay dabadna way soo fadhiisay watadacu waxay dhigtay alwisaadata barkimay dhigtay khalfa dahrihi xagga dhabarka barkimo uu ku tiirsado ayaa xagga dambe ka soo tiirisay waad buu bukaa quli buu dabadeeyay quli waxaad ku tiraahdaa lahu cumar waxaad ku tiraa u sheeg yadkhul ha soo galee waxaad ku tiraahdaa inuu soo galo u sheeg soo galee walaa yadkhulanna yaanu noo soo galin buul axadun qofna yuu noo soo galin waa boqorkii muslimiinta markaa calayna anaga iyo cumar yaanu noo soo galin xataa yan salifa cumaru ilaa cumar uu noqdo oo iga soo baxo cid noo soo gashayay jir asma waa taa shir buu ku jiraa خليفة رسول الله لو مجل يكله إلى عمر يقصوا بحوي قيمات تخرج أسماء أسماء واي بحضي مركو سايدي ثم يدخل عمر باس وقري عمر با مركو سايدي السلام عليك نبتقل يدوش على هاتو يا خليفة رسول الله كي حلك رسولك كلو وريقي ودي بيو أو بكر واحد عليك السلام أدقنا ها هاتو دوش هذا نبتقل والرحمة الله ين حريست إلهي بدوش هذا ها هاتي ayna kunta xageed joogtay yamna khadaab warina khadaabo xageed maalmahan ku maqnayd faqad iftaqadtuka waan ku waayay mundu amas ilaa shalay kuma hayo ilaa shalay imaad iman xageed ilaa shalay waan kula aayay xageed qabtay Umar baa wuxuu yiri inna allaha laa yastahyi min alhaq ilaahay xaqaq inuu ilaahay inuu xaq sheego kama xishoodo marka eray uu soo wada أو كير أنا له هاي يعني أنا مركب كير وابد تقول إن الله لا يستحي من الحق إلى حق كم حصوله حق إلى هو عضية جاءتني تجارة وحقيت مد بيع مشتر من اليمن يوم بيع مشتر يجيم فشغلتني عنك وإذا كان مشغول سي يعني وأنا بكا وأنا لا تسنتري مركب إله كلمة نوش يا جموع على سن إنه لا الدنيا كم قناعة وحوري إلى حكمت إلى هرمت هو عضية إلى هرمت تعالي وعضية تجارة قناعة سبع حق اليمن يجيم dabeen taasan hawsheedii iibkeedii iyo wixii baan kaaga mashquulay buu fashaqalatin aan kaaga ka mashquulis saasay had inta cudurdaal kale muusheen saahad buu sheeg Abu Bakar baa yiri fahrintahayta ma dhamaysay min haa tijaaradii alyoom maanta ma ka farxaratayo shaqadeedii iyo iibkeedii wixii ma ka dhamaadeen maanta ayuu dabeedna weydiiyey shaqadii tijaarada iyo alaabtii aad iibinaysay ma dhamaysay عمر روح للنعم ها بعتها واريبي عرفت يتمد وربحت وانا كمعاشي ولبا كيف انت انا وانا ايبي وانا كفع معاشي كيف انت اليوم اضو ما انت سيتهي يا ابو بكر ابو بكر هذا قبل ما انت ايغا ورن عافمادك يا حالاد ادوا سيدين ابو بكر روح يظهر الصبر و موجينيا انه صبر يا على ادق اد كيسي بو موجي و خوري كانما عوفي في من مرضه سيدي اسغيو ilaahay caafiye oo kale oo caafimaad helay ayuu su'aad keyi Abu Bakarin adag buu ahaa ee meelaha adag rasuul alxamdulillah ilaah baa mahadale ajiduni waxaan is helaya istareemaya waan is ay ila tahay
بارئا إن بوكسديبا بارئا إن بوكسديبا يمن الخطاب إن خطابه وحندريمي نفتي كدريمي إن بوكسدي عذر كبير هيك تقاضي عمر بايل الحمد لله رب ما هلا قد ظننت وحن أمرين يا أنها إن حرمكم كهيا ويها وقعة حمض خفيفة فضوط إن حمض فضوط هاي بأمرين يا وتزول أي بابا إيش وإلى هيك هذا بابا يتكبر سنش أو بكر بروح فلا تطيل هديارين هذا الغيبة هنا تجمع مغناطو عني أنا جاي بدل هيك مغناني هيك راجي كل بيجو صنقو أبا حفصي وكنية دي أو بكر عمر وهيك راجي هيك أكفوجاني بوري كل بيجو صلابن وأنا كلت أسم كامن مار مية هيك تياراني هيك نرجعين هين أكفوجاني عمر بروح لن أغيب عنك أديك كام مغنان مايو وأنا كلت شوقي ما كنت بحاجة إلي كل كصوت يبى هنتهاي وأن كأكتوجي كافوجان من مركز صوت بهي قبض أو بكر بأوحولي أنا في حاجة إليك أنا وأن قوبة هني هذا في كل حين وقت كستوى أن قوبة هني كامو مار مايو حنوم بيسكو أركيا كامو مار مايو وقت كستوى أن قوبة هني هيك فوجان لقد فكرت وحول واحد كفكري في أمري أرنتي دوا كفكري هذا الصباح سبحان ساكا أرنتي دي حارة دي أدمان وكفكري بول وأو بكر وقد قمت وحن قبطي بأعمال أهرمان وان سوى قبطي شقوي لا أدري أهرن أغي وأنا قرني ما مكانها أعماشا يهولها يشقوي كان قبطي ترجدو دو سيدة يهين عند الله حق إلهي سيدة أكي يهين ما قرني يو شقوي كان قبطي حق إلهي وحق يهين فهل لك أن تذاكرني مكولتها إن هذا لا يكتو فيها أهرمها يهولها يقو أمدي أن قاري يعني حق إلهي وحق يهين قرنين يا عمر عمر وميل إيجي سابول عمر وحول حبا وكرامة أنا قو شعل إنا كل إيجو كنا شعل كنا شرفية يا أبا بكر أبو بكر أيام كل إيجي يابول أبو بكر وحول الفي وحول حنتي ذا قالها في واحد هذا حنتي ذا قال هذا لقيه لشري عدو إسلام قد قال هان قد قال قال لقي ذا قالها قال هذا نقص وقلي شري قالوا أنت الفي إلى هاي سعدي الفي حولها ذا قالها الذي كنت أقسمه حوله أن قيمي شري بين المسلمين ضد المسلمين تأنو قيمين شري على الصوائس إسكوميد أنو قيمين شري ولا يميز أنا كرسول عشرين فيه حولها أحد قف منهم ضد المسلمين تأكمله على أحد قف كلا أنا وكرسول عشرين فما رأيك اليوم في ذلك أرين تامانك ما أنت محاضر أركتها وأرين مثلا عمر يقول دون أبو بكر نقارها مركب الشهر لو قريت ضد المسلمين تأ أيو أبو بكر ونشري وحي حول أدد كوهي نسمينا مسلمين تي هوري يا مجاهدين تأها الدين تي اسلام كو هوري وقاتي يا كوي برق الدنبي يميد وحي ورن جري وحان وارد قاله لقم ميسامي كرو أبالك إلهي بحنا يو قف كبير هوري اسلامي يا قف كيمك اسلامي اسكو انو مبسين جري عمر روح ورن جري هاسمين قف إلهي دين تيسا مدد دي رسو دقالم يا قف إمك يميد هاسمين بورن جري سنوح ورن جري الدنيا دا وحان هو الدنيا واسك أوسكك waxa weeye hawada qaataan in isku mid ah ajriga aakhiray kala batanayaan boorin jaa Abubakar Rasuulii arintii sida ahayd bal dibi markay ila eeg maxay maanta kula tahay hore waynu soo ogeyn buulay Umar wuxuu ara raayi aragtideedu aliyuma maanta sidaan u arkayaa ka raayi amsi saan shali u arkay un weeyaan ismaan bedelinay in aan la simin u baan ugu qaba oo sidaan hore adigu ogeyd weeyaan la yastawi masnaanayaan as-sabiquna ku horeeyay إن الإسلام دين الإسلام كا يوال متخلفون وكبير جدا بيميد مسناني أنا نصان قبو والله إلهي بان كل أرتبولي أنا هذا دي ويدي سواء كل علنا ياي لا أجعلوا لنا كديجين من قاتل قف في لدة قال ماي رسول الله رسولك إلهي أنت قال كله ريميد المسلمين تليني عدو الإسلام كا أها إسوا إسرائيل مرضم بق كمن قاتل قف في كأقد قال ماي معه النبي قد دفاعي النبي قد دين تي سير النبي قال فيهيسة نكي ورنا ككل دي إكسهور كذي yani kin nabiga ka agdagaalamay isku mid aanan ka dhigin ma sinaban qaba buuranu soo gaar ay la dagaalamayna oo ina dilayso asxaabta leenaysay oo dhagar qabayaal ku jiraan oo soo islaamay yani diinta difaacayo rasuul garab jaagna oo waligii muslim aha intii diintu ay joogtay ma simay buuranu marna ma sinaban leh labadaas dabadnu wuxuu Abu Bakar baa yiri yabna khataab wari ina khataabo ina khataabo ina sabiqina kuwa horeeyay إنما أسلموا لله هرت إلهي بو إسلامين يا الدنيا أمي إسلامين ولهم أجرهم أبا الكود إلهي بكل ينبول يوفيهم إلهي با أرضا ما يستردون ذلك أجر قائه هلين يوم القيامة معنى قيامة قادنا يدي أجر قودي
وإنما هذه الدنيا تاني هو الدنيا الدنيا ذا الواحد كلامها وإنما هذه الدنيا ذا البلاغ وصحير ونرسل الله خاصنا يو أجري جهادك يا إسلام لماذا يا الدنيا ذا يرى لقمة دون يبوري إلهي بأوها يأي وحنوا نرالون مركا الدون كانوا الله سنانا يحبهم عنا مرحا أي سوء نقضى أبو بكر قفكو أبال كيسي مهالكنا وكو قادنا يا أبو لي أبال كيسي آخر وكو قادنا يا عمر باوحر يا أبا بكر أبا بكر إنك سألتني أدوك واحد ويديسي رأيي رأيي قيقي بعد أنك ويديسي فهذا رأيي كاسنا هو رأيي قيقي رأيي قيقي باقوش يا قي أرغم مصمي يو منا أركيني لباسي سميهين نرسول كدقال كله شري شري يدنا رسول دفاع شري إني اسكم بديهين أرغم أركو دبنا أبو بكر وحر صدقت الرمبا سيكتي رأيي قيقي بعدي سيكتي فماذا ترى محاول ورقتا في خالد بن الوليد خالد بن الوليد هجامي أو خطرة أو إسلامة محاي كرتها يقول نكام حاي نكية الله عمر وحيري إنك أذوق لا تعرف واتقارنا رأيي وحنك قب فيه إسقى هران فوق الشيء نك وحنك قب خالد ليلى هذا أبو بكر بن حرير إني أذوق أنزلتك وحنك صوق هذا أذى عمر منزلة النفسي نفتي ديو قرادي تحي يا أبا حفص أبا حفص ورنفتي ديو قران قادكته وارن كلت السنة ياي فإذا رجعتني هذا الأرن يقول عليسو وات هذا الأرن كاسي ساس هم والكاس خلاص هذه تستو فكأنما رجعت نفسي أنا قول نفتي دي بقول نقضي وأنا قول صحيح عن كذي جناه أنا قول هم كو أركاني نفتي دي أقرأ هو لالك حتى ماها نفتي دي أقرأ تاعي وهذا ضو حس هذا أنا قول صحيح عن أركي جاي هاي قلب قنينة وروح إيش يا جو هاي جاي هروه نوجاي ولكن وقاي مكانه وحق وحق يواجب كوا على من يري قفك معمولة يا أمور الناس تذكى arintu soo qofka gacanta ku haystay oo kale ay yiraajac nafsu naftiisa dib ugu noqdo oo dib u xisu weydiyo oo talada dib ugu noqdo daaiman had iyo goor wayu xasibaha naftiisa inuu xisaabiyo adiga aan kulay xisaabi waan is xisaabinaya bal hada dib ugu noqo Khalid maxaynu ka yeelaa buu Umar wuxuu riyaa khaliifata rasuulillaah rasuulka ilaahay ki ka dambeeyay in ibn al-walid ninka ina walid la ilaahda la sayfun wa sayf min suyufillaahi sayfaha ilaahay buu ku jiraa kama naato sidoo ku tilmaamay إلى النبي أبو بحيه كمان عتو سيدو قتل ما بذلك أنت رسول الله رسولك إلى أبو قتل ماضي ولكنه هساهاته استجو سيفته إلى هيا وما جعل رسولك أبو بحيه لا يصلح حكمها بونا أن يكون إنه نقض أميرا من بقرؤية هجامية على المسلمين المسلمين تا إنه هجامية ونقضا وما أرك أنقو وفيهم أبو عبيدة ابن الجراح وأمثاله استجو أبو عبيدة هلك شوقة وأبيه دين الإسلام كأدري يا خالد oo cibiyay maalintii uxud orgi xamse laayay ah inaan sunno oo ma arko haddii weydiisay war ogahay inuu seef ilaahay yahay laakiin inuu hoggaami Abu Ubayd Abu Ubayd taa inuu jarrah iyo rag la mid ah ma arkin dabeedna halkaas uu raayay igii dhigay Umar baa dhigaya horena saasi isku kala duwanaan kol koraba oo laa Abu Ubayd u dhig hal gamaagan wey iyo halyeygan laakiin haddana xaq abuurkii talanka waxa ku sareeyay dagaalka ninka Khalid la ilaahdo isna wuxuu keegay xagga kale ayuu keegay dabeed wuxuu yiri Abu Bakar baa dib nafsa naftaada wanaaj iska war iska wanaagsan qalbigaaga qabooji ya Aba Hafsin Aba Hafsi oo qalbigaaga wanaaj Umar fa bihasbi hada min inta sayga ka filan inta ku joog halka arintu ay noo taalo qalbigana wanaaj Umar baa ma la taani maxaa uga jeeda qalbiga wanaajigan naftaada wanaajidan maxaa uga jeeda يا نفتا هذا قبوج أبو بكر روحي لي لقد قصدت وحن كنت لقى لمركه هري امتحانك هنا أنكو امتحان دوني يمن خطابنا خطابه هنا خطابه أنكو امتحامي فوجدتك وحن كو أركي كما عهدتك سيدا أنكو أقاؤم واسمع بدرين صريحا إن هذا الكيس عدي هي أن لا بدنا تهي لا تداهن قفنا أنو سين مداهنة مداهنة وحوي ومجاملة وحن قلب جاي كتير وضغف كوسو تشيدني سو وما ضحى هذا يشترك قارقرا رقمان أدوكم ملي هدي سيدا دوم باتهيبون عمر بن وحول وما أردت بذلك يا أبا بكر هذا كذي لا هذا الكاغو عادي وننا كمل حتيت محاد وجهي ده أبو بكر وحول أردت واحد دون يا بذلك أردت واحد وجهي ده هذا ويدي زي استخلافك يا عمر إن الحلك بقرط الإسلام كنا كغو رتيان دوني أدي قدام يسوع وأو حنص على واتها تبعت عمر بن لا تفعل يا أبا بكر أبو بكر وسيدا هيري لا حاجة اللي فيها أنا بقرط يوم ببهني ور عمر بأرنيه أبو بكر نعقل بضمها أبو بكر وحولي لكن الله بك حاجة يا عمر بقرطو يدا كوبا هنا ديك أدوك مبه هنا يدا كوبا هنا بولي
لكن الله فقرتو يدا بك حاجة يا عمر يدا كوبهن كان مارمين ترى المسلمين تو يدا كوبهن أدوم بهن عمر بقول فاستخلف أحدا غيري نينا أنا نجا هين أودي بحلك يا أبو بكر أو بكره أو بكره ما أستخلف إيش عدا نوديبه يا نوديبه عمر بقول أستخلف أبا عبيدة أبا عبيدة أودي فهو أمين هذه الأمة نينك أبو أما ربنا نبي قول شيء يا أمضا مسلمين تكشروية إلا أمانة لدون ياه أمانة وجودي بون ترى أبو بكر بعد فقد فكرت فيه وأنا كفكر هذه هو تابع سويدي أبو عبيدهن يمن الخطاب إنه خطابه إن خطابه وارس سويدي إما يسيجن ولكني أنا جو لما جيت فيه كمان هلين القوة أود مامل التي عندك أود أدعو الله هذا يسوع كمان رك إنه أمين وأمين وارب ولكن أريد ولكني أنا جو أريد واحد دون ياه القوي الأمين نلا بضع عليه أودي أمانة وضله أودو كهاجة هوسية أمانة دي سو هذا الكلمة تاجنا أودات كهاجة بدن تاعي أمين واتاعي عمر بروح الله متم نوره والإله يبقى نور كيسن لما يستريه ودين تنوي صعر يساعد نوح بما يليسي أدوه أودي أبو نك أبو عبيد الله إله ولو كره هالكافرنا قالوا ده هدين عبيهين دين تعدي مهر شوك سنة أبو عبيد أودي أبو بكر بروح إنما يتم الله نوره فرجع سودو ضياري وإلهي نورك سوو رميسترا يا عمر عمر مخو كو رميسترا بعباده الصالحين ادمديس وناسن بودا كو رميسترا خلكي الهو ديبا او يعني دينتا ددكن رميسترا وا ددكن وناغسن ادو اد كو جيرتو اي اودا اسا لو باهدي بور المجاهدين الهي دينتو سوو دغالميا المخلصين اي طاعتا كو اسا الهي دينتو كو رميسترا اي دينتو اسكيو دوما شقيسو عمر با يا خليفه رسول الله كيف تستخلفني سيد يغو ديبيسا اني خلك وانت تعلم ادو وا ادوغتاي أني أخالفك وأنك هذا سهور جيدا وحنك هذا دور هاي في تقسيم الفي لقالها صادق قيبسو وأنك هذا سهور جيدا وأنا مسلمين تي مجاهدين تهارة يكو الضمبا مسميو صادقو سنتي وفي خالد مولين وأنك هذا سهور جيدا أرقو أحلو ما ديبيو حق مامرك عيدنك وفي غزوة أهل الردة كوي دين تكبح يا دويرتينا وأنك هذا سهور جيدا أرقو مركز عمر بقى لكن أنه قضي أبو بكر بعد أن ثابوا مركي أصلوا نقضي إلا إسلام إسلام خي أصلوا نقضي كذب وأنك هذا سهر كذي سيد يقولي بكرتها أنت صدق هذا مسلبة وينكوك الدونين يوفي أمور أرهمو غيرها أن قوى أهين أو كثيرة كلا نوينكوك الدونين وأنا رأي جا هذا وحبا ضم أنك هذا دونه هذا بس سيد يقولي من إسا الحلف إن يجتكي سادو أو بكره حولي ويحك وحول ويحك الله أكون حرس يا عمر عمرو إن هذا أرنت عسي لا يدفعني وحبي يقول سير يا حيسا إلى استخلافك إلى أن كارك منك يقدم بيا أكثر مما يثنيني أنت يقتشو تنيسو عنه إن أرنك كودي بو إن كاتشو تيو وحبضن إني يقول ريحدو وأبقى ما هنكو دورنا يو هذا الكعب كأن كا رجل نمضى يو مارتي يا بان كو دورنا يا إيد لفتيد تان كو دورنا يوي إذا ما بتشو تنيسو وابا يقول أتكنسا إني أريد رجلا أو أنا أقول نبأ دونيا إذا قال نعم هذا هايلا قالها بمل فيه أفكي سمجي إلى هذا ها أفكي سمجي وحلاه استعمالها بريت أنا جيت ودخل أمنين ها إياه مايا مل ده أو حبر دقين وضعيف متي هذا بمل فيه أفكي سمجي وإذا قال لا هذا مايا إلى هذانا قال بمل فيه أفكي سمجي إلى هذا وأنت هو يا عمر anorta ninka deediya waanka wa anta adigu la huwa isaga tahay kan sidaa wuxuu cadeeyaa tee go'aan dagiisiinima la qaata ya umaru halkaasan dabeedna kuugu dhiibaya kamana laabanayo ayu dabeedna umar ba abu bakr ba kamana noqonayo ninkan doonayaan xulaya waan in caynkaas umar ba wuxuu ruwaydaka u yarkaadi hadegdegi ruwaydaka hadegdegi u kaadi ya abu bakr akh inni akhsha أنا وحنو بقنا يا المامور كوجسوا تشي ده على نفسي نفتي ده أنا قلتهم وعلى ديني دينتي ده أنا وعسو قارو وآخرتي آخرتي ده أنا بقنا يا إيه كهذي بقول هيجود قد قيني والله أعلم بسواب الله توفيق.